خلاص؟ طيب يبقى لازم دولة الإلكترون اللي بتطلع فوق لازم تبقى أكبر من أنفسها، ما ينفعش conservation of energy rules. طيب يبقى هنا ممكن يكون الـ E في الـ V نود أكبر من أو تساوي H C على لامدا. نخلي بالنا دايما في الـ inequalities ما ينفعش أقلب ده وأقلب ده كده، لا لازم أعمل cross multiplication. يبقى ممكن نقول إن لامدا أكبر من أو يساوي H C على الـ E في الـ V نود. خلاص؟ طيب طالما لامدا أكبر من قيمة يبقى عندنا لامدا ماكسيمم ولا لامدا مينيمم؟ ماكسيمم. لامدا أكبر من حاجة يبقى what is well defined المينيمم، يبقى therefore لامدا مينيمم هتساوي الـ HC على الـ E في الـ V نوت بالشكل ده. طيب هنا كوانتم ميكانيكلي بفكر بسيط جدا ان احنا بنقول الطاقه الالكترون يا جماعه اكبر من اكسير طاقه الفوت اللي بيطلع لي كونسرفيشن اوف انرجي. خلاص وصلنا ان لامدا مينيمال بتساوي اتش سي على الاي في البي مود. خلاص طيب هنا لامدا مينيمال بتعتمد على ايه؟ مش ده كان موجود اكسبيرمنتلي والنظريه الجاذبيه ما كانتش تفسره؟ اللي هنا يبقى اول حاجه therefore lambda minimum depends on v نوت، دي اتشرحت خلاص. خلاص دي اتشرحت خلاص. الكوانتم ميكانكس بتقول لي ليه في هنا cut off wavelength، بتقول لي ليه هنا في cut off wavelength، عشان اثبتها اكتر هتروح المعمل وهجيب لامدا مينيما فيرسس واحد على في نوت يطلع لي ميل بايه؟ يعني لو انا رحت المعمل وعملت حاجه كده ده المفروض يطلع لي ايه؟ ها؟ الميل بتاعه بيساوي كام؟ اتش سي على الـ. خلاص لو رحت المعمل هتعمل التجربه دي ان شاء الله، هيخلوك تغير الفي نوت وتجيب كذا لامدا مينيمم، او مش لامدا مينيمم، ممكن حاجه تتناسب مع لامدا مينيمم اللي هي هتبقى الزاويه ثيتا من او ساين ثيتا مينيمم. هيقول لك المعمل هتعملها ازاي لحد ما هشرحها قدام شويه. خلاص يا باشمهندسين فعلا التجربه دي اثبتها فعلا دي الاكس ري برودكشن. هتشوف الجراف ده وهتشوف ده. يبقى اول جزء بقى هيبقى نظريه الكوانتم ميكانكس اللي هي ايه؟ اللي هي التماس. خلاص يا باشمهندسين ناقص ايه بقى عندنا؟ البيكس. اوكي؟ بس عايزاكم تعرفوه كده ان لامدا مينيمم بتعتمد على الفولتج. عارفين لما هزود الفولتج هيبقى عندي شكل عامل ازاي؟ لو زودت الفولتج ايه اللي هيحصل لامدا مينيمم؟ هتقل. طب لو قلت الفولتج هتزيد. هل ممكن اغير الفولتج بحيث 1 بيك بس يظهر لي والتاني لا؟
يعني افرض او ممكن ممكن مثلا ايه اغير الفولتج بحيث ولا بيك يظهر لي. لو انا عايزه ولا بيك يظهر لي يبقى لازم لادر منه تبقى فين؟ بعد لما تكون هنا مثلا. انتوا عارفين ان اي ماتيريال ليها الانرجي ده لازم نعملها. انا هقنعكم بالكلام ده وهقول لك موضوع الانرجي ده ازاي، لان ده حاجه مهمه قوي ليك انت كطالب الكترونيات، لازم تعرف الانرجي ده جت منين. بس عشان خاطر الموضوع بتاع الاكس ريز يبقى كله وحده متكامله، اسمحوا لي ان انا هقول لكم فيه انرجي لازم، بس ان شاء الله هقنعكم بيها واقول لكم هي منين وكام. خلاص وانتوا اظن كلكم مقتنعين في انرجي لابس ولا مش مقتنعين؟ مقتنعين. طيب دول ثلاثه سيناريوز او الثلاثه سيناريوز دول بيحصلوا واحد ورا الثاني عشان نفهم ايه بيحصل عندك في الكريستالز. الانرجي لابس دي بتبقى بوبيوليتد وذ الكترونز، يعني ايه؟ يعني فيها الكترونات كده. فيها الكترونات قاعده خلاص؟ ده اول ايه؟ اول سيناريو. أول سيناريو يعني ده مشهد بيحصل وهنشوف ايه اللي بيحصل. طيب مثلا انا هركز على الالكترون ده، خلاص هيجي لي الفيري انرجيتك الكترون، الالكترون اللي طاقته كبيره قوي قوي قوي، الالكترون اللي هو ده خلاص اللي طالع
احنا قلنا ان جزء من الالكترونات هيعمل ايه؟ احنا قلنا ان الالكترونات الفرق الانرجي دي هتعمل اربع حاجات. اول حاجه اللي هي ايه؟ فندم؟ اول حاجه هتسخن التارجت، تاني حاجه هتطلع لي اكس ريز، تالت حاجه هتعمل ريكويل وليها، رابع حاجه انا قلت ات ويل نوك اوت انر الكترونز، هتشوط الالكترونات الداخليه. جالي واحد كده ايه جامد، راح ايه؟ راح للباشمهندس ده تعالى وراح مطلع اي سبب من خلاص. اشمعنى ده؟ مش مشكله، بس هو ايه الباشمهندس ده الشاط من مكانه خلاص. الالكترون ده هيجي من بره وهيشوط لي الالكترون الغلبان ده، هيشوط الالكترون الغلبان ده خلاص. ده هيروح فين؟ هيبقى الوضع اللي عندي ايه؟ الوضع بس ماشي لفين؟ المكان ده هنا، المكان ده فاضي خلاص. هل هيبقى ده المكان ده فاضي؟ هيجوا الاثنين باشمهندسين اللي ورا دول، شخصيتهم قويه شويه خلاص. معرفش مين واحد فيهم، واحد فيهم هيجي هيقعد هنا على طول. طب ليه الباشمهندسه ما قالتش؟ لا هي مستقره كده ومش قادره خلاص تتحرك في المحرك، كفايه انها دخلت المحرك متاخر، مش هتقعد ايه تزوق الباشمهندسات تاني. لا دي كانت حضرتك مش كده؟ مش هتقومي بقى خلاص بقى، كفايه بقى ايه؟ كفايه. لكن دول على طول اول ما المكان ده هيبدا واحد فيهم هيجي هنا لايه؟ ويبدا المكان. المكان ده مش هيفضل فاضي. فمش معنى في الباشمهندسين دول ظروفهم برضه كده، اشمعنى بلد شرط ظروفه كده؟ مش عايز اقول يعني واحد شخصيته ضعيفه والتاني شخصيته قويه، الباشمهندس طبعا شخصيته اكيد مش ضعيفه ولا حاجه، بس نتخيل كده ان وقابل كان قاعد هنا كان شخصيته ضعيفه فاضطر او عامل عامله فات ايه؟ فاتخذت بره من بره. خلاص يا باشمهندسين؟ فالمكان ده هيتملي من مين؟ من اتنين. بس عايزه اظبط الالوان. ممكن الالكترون اللي موجود هنا بيفقدوا طاقة خلاص على شكل ايه؟ فوتونات. طيب الفوتون الانرجي بتاعه كام؟ دلتا اي بتساوي الاتش في النيو او اتش سي على لامدا. طيب انا كده مظبطه الالوان صح؟
لما الانرجي تبقى كبيره اللمبه تبقى مالها اصغر، مش كده؟ لما الانرجي ديفرنس، لما الانرجي ايه تبقى كبيره يبقى الانرجي ايه يبقى اللمبه اصغر. كده صح ولا غلط؟ الالوان كده ماشيه كونسيستنت. يبقى اللمبه اللي هي ده بتكافئ الترانزيشن ده. ساعات بيسموه واحد ده بيسموه ايه؟ الكي بيتا لاين ده اسمه، وده بيسموه الكي الفا لاين ده اسمه، مش اكتر ولا اقل. خلاص يا باشمهندسين؟ ف بيحصل الترانزيشنز دي ببروبابيلتي عاليه. هو عندي الكترون واحد ولا عندي مليون الف جليون الكترون؟ عندي مليون الف جليون الكترون. انا قلت ان ايه 2% بيطلعوا الاكس ريز العاديه اللي هي دي. جزء كبير بيروح عشان تنقل اوت الانر الكترونز، يشوف الالكترونات الداخليه. خلاص الالكترونات الداخليه خلاص اتشربت جزء كبير. طيب لما الالكترون الداخلي ده اتشرب من اتوم واحده ولا مليون الف تشريون اتوم؟ مليون الف تشريون اتوم. فيقوم الانتقالات دي اللي تحصل قد ايه؟ انتقال واحد ولا كتير قوي؟ مفيش بقى مليون الف تشريون، لا الف تشريون. بتحصل بريت عالي قوي. بيحصل الترانزيشن هنا لهنا او هنا لهنا بريت عالي قوي قوي قوي. وبالتالي بيطلع لي فوتونات كتيره قوي. خلاص؟ وبيطلع لي مثلا الفوتونات دي بتطلع لي ممكن اكتر من ده. طيب الفوتونات دي الطول الموجي بتاعها بيعتمد على الماده ولا لا؟ بيعتمد على الماده؟ ليه؟ لان الانرجي لابلز دول خاصين بالايه؟ بالماده. يبقى كاركترستيك بيكس اكسبلانيشن، وكمان depend on the target material. هل بيعتمد على applied voltage؟ ما بيعتمدش على applied voltage مباشرة، بس لازم applied voltage تبقى مالها عشان اشوف البيكس دول. لازم applied voltage تديني لامدا مينيمم قبل لامدا واحد او قبل لامدا اثنين. وعندكم مساله في الشيت يقول لك adjust the potential بحيث one peak would appear او two peaks would appear او no peaks would appear. طيب لو هل ممكن اطلع ده ما اطلعش البيك ده؟ ولا لازم ده اللي يطلع وده لا؟ ولا لازم ده اللي يطلع وده لا؟ اي بيك هيطلع الاول او غصب عني هيطلع في الحالتين او في كل الحالات؟ ده هو ده. لكن ما اقدرش اطلع ده من غير ما اطلع ده. خلاص اللي عامله مينيمم اهي بتمشي كده. كده التو بيكس بيبان. كده اهي بيك اللي بيبان اللي على اليمين الشمال طلع ولا لا؟ طب كده ولا بيك؟ فسوري هو ده اللي ايه؟ كده. انا لخبطتها؟ سوري. يبقى هو ده البيك دايما اللي بيطلع. خلاص يا باشمهندسين؟ فعن طريق الانرجي لابس، الانرجي لابس جت عن طريق مين؟ عن طريق الكوانتم ميكانكس. هو ده العلم اللي هيقول لي ايه عن الانرجي ليفلز، وهنعملها لما نيجي ناخد بورز اتوم في الشابتر اللي جاي. خلاص يا باشمهندسين؟ فاهمين الجزء ده؟ طيب حد ممكن يقول لي، حد ممكن يقول لي طب ليه ما ممكن الالكترون طالما نط من هنا لهنا او ده نط من هنا لهنا وفي انرجي ليفلز ثانيين موجودين ليه ما بيتعبوش هما كمان؟ الفكره في حاجه اسمها ترانزيشن بروبابيلتي. الترانزيشن بروبابيلتي بتاع التو ترانزيشنز دول اقوى بكتير قوي 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 من اي ترانزيشن ثاني. شخصيتهم قويه جدا جدا جدا. هو ده بيحصل بايه؟ بريت عالي اكتر من كل الترانزيشنز. يعني ممكن يحصل الانتقال من الباشمهندس ده لهنا او الشخص ده لهنا ده مثلا سي ب 40% ده 30% وكل الترانزيشنز الباقيين بقيه الايه؟ 30% الموجودين، فما بنشوفهمش، بنلاقيهم حاجات كده مش فيكس يعني، ناخذهم في الاعتبار. سؤال يا باشمهندس وبعد كده هو ليه الفوتون اللي طلع بانرجي اكتر فرق
عامل لنا انتريست يا قلب عشان حاجه برضو تاني الترانزيشن بروبابيلتي. في حاجه اسمها الترانزيشن بروبابيلتي ده علم لازم تدرسه في الاستاتستكس كوانتم ميكانكس. بعد كده بنشوف الستيتس الديفرنت كوانتم ستيتس. مش جاي مين قال لك ان المودرن فيزيكس دي حاجه منطقيه؟ هي ات وركس. لكن انا قلت لك من اول محاضره قلت لك ان المودرن فيزيكس دي فيزياء بتاعت اللا معقول. على فكره دي كانت تاني تجربه بتشرح لنا ايه؟ تشرح لنا ايه الفوت الكتريك فاكتور؟ او كنا بنتكلم على انهي توبك انهي موضوع؟ البارتيكل نيتشر اوف لايت. يعني فوق اللي احنا كنا فاكرينه موجات؟ لا ده طلع ممكن جزء من شخصيته عباره عن جسيمات اللي اينشتاين سماها ايه؟ فوتونز. النهارده هناخد تالت تجربه اللي هي الاكس راي برودكشن. بس النهارده تالت تجربه والمره الجايه ان شاء الله هتبقى كونفرنس ايفنت. طيب
مع بعض. تعالوا نفكر مع بعض الجزء ده في الفكرة دي. باختصار جزء الفكرة عبارة عن لو احنا حبينا يعني نختصر الفوتو الكتريك ايفكت في جملة واحدة. ايه بيعمل ايه؟ فوتونز بتنزل على سطح بتطلع لي الكترونز. جزء من طاقة الفوتونز يروح لتحرير الالكترون لان الالكترون محبوس، والجزء الباقي الالكترون بيهرب منه. خلاص اتكلمنا عن الكونسبت ده المرة اللي فاتت. الاكس ريز بتحصل انفرس العكس. هنا عندي فيلمنت بسخنها وهنا عندي كاثود ماده بتطلع لي الكترونات، هيطلع لي من هنا الكترونز، في الكترونات هتطلع لي هنا. خلاص نتيجه ان انا بسخن الفتيله اللي موجوده هنا، وهنحط هنا A very high voltage source أكثر من 20,000 فولت. 20، 25، 30، 35,000 فولت. وهتشوفوا الكلام ده في المعمل، هنعلي الفولتج لحد ما يوصل ل 35,000 فولت. خلاص يا باشمهندس؟ فالإلكترونات اللي طالعة من الكاثود ده وتحت فولتج عالي قوي هتكتسب هنا طاقة إيه؟ طاقة حركة جامدة. فالإلكترونات دول هيكونوا very energetic. فري انرجيتك يعني عندهم طاقة حركة عالية قوي. طيب لو الفولت هنا 20,000 فولت تاخد الالكترون قد ايه؟ اللي هي كام؟ 20,000 الكترون فولت على طول كده بمنتهى السهولة. يعني لو هي عليها 20,000 فولت يبقى تاخد الالكترون 20,000 الكترون فولت من غير ما بضرب في الاي واجيبها بالجولز. بنحس الجولز دي اسهل في المايكروسكوب. افندم ما هنشوف ان هيحصل ايه دلوقتي. الالكترون هيعمل كذا حاجه. خلاص فالالكترون ده الفري انرجيتك اللي عنده طاقه عاليه قوي هيخبط هدف هنا، ده بنسميه هدف تارجت. التارجت ده غالبا بيبقى معمول من الكابل، بيتعمل من النحاس، ممكن يتعمل من البوليدنم، ممكن يتعمل من مواد اخرى. ده هنا عنده فيه هدف. فهيجي الالكترون الانرجيتك اللي مليء بالطاقه والحيويه يخبط التارجت ده يعمل ايه؟ الكترون سريع وبيخبط تارجت، هيعمل ايه في التارجت ده؟ هنا الطاقة الإلكترون جزء من الإلكترونات هيعمل كوليجن مع الإلكترونز اللي موجودة فين؟ في التارجت. هيعمل فعلا جزء هيشوط الإنر إلكترونز أو الإلكترونات الداخلية بتاعة الهدف. احنا عارفين إن أي أتوم تبقى النواة في النص وحواليها الكترونات، فهو ممكن يشوط الكترونات ومن كتر ما طاقته عالية ممكن هو يوصل ايه قريب من النواة ويشوط الالكترونات الموجودة في النواة. الالكترونات الموجودة حوالين النواة. الالكترونات المدفونة جوه الاتوم. ده جزء. ممكن يعمل ايه تاني؟ افندم؟ مو هيخبط الاتوم نفسها. هيخبط الاتوم من نفسها ويقرب ناحيه النيوكليوس. ما هو ده خليه ايه حاجه عايزه حد يوصفها بطريقه واضحه اكتر. ممكن يعمل ايه تاني؟ الالكترون لما يجي يخبط ده نعم هيخرج الطاقه بتاعته. ما هيخرج الطاقه بتاعته هيعمل بيها ايه؟ هيطلع عليها جزء 2% حقيقه هيطلعوا لي اكس ريز. 2% من الطاقه دي خليني اكتب الجزء ده. 2% هيطلع لي الاكس ريز. يعني 2% من الالكترونات بتطلع هنا بيطلع لي بيها اكس ريز. بس بيحصل ايه تاني؟ كان حد هنا عايز يقول حاجه؟
نفس كلام زميلك قال. ايوه هيحصل ريكويل ارتداد للهدف من كتر الارتداد. ما هي عندها طاقه ما يكون زي الكوره. نعم زي الكوره. ما هي طاقه حركه. ما هو كل ده عماله بدي ايه ايديا طاقه حركه. خلاص يبقى دي حاجه اخرى. ايه كمان ينقل لها طاقه حركه فيحركها او ينقل لها طاقه حركه فيسخنها فيسخن الهدف. 98% هي الانرجي اللي قلت لكم عليها دي. يا بيحرك الهدف ريكويل اوف ذا تارجت يا اما ات ويل نوك اوت انر الكترونز يشوت الكترونات داخليه. وكمان يقدر ان هو اضيع رقم 2 يقرب للايه للنواه وهتفهم ده معناها ايه بعد شويه. يا اما ثيرمال ايفكت كان هيت ذا تارجت. ورابع حاجه بروديوس الكترو ماجنتيك ريديشن اللي هي اكسس. احنا يعني 98% بيروحوا في حاجات احنا مش عايزينها حاليا. احنا بس عايزين الاكس ريز. انت عايزين تطلع اكس ريز. اوكي فالاكس ريز هيطلعوا ايه من هنا. بس اهم حاجه الناس اللي جت متاخره الفولتج يبقى فولتج عالي قوي. يبقى الفولتج اكتر من 20000 فولت وهتشوفوا حضرتك في المعمل. اوكي فدي فكره الايه الاكس ريز. هركز في المحاضرة على الجزء الأخير ونحاول إن احنا نفصله كلاسيكيا. خلاص هنحاول إن احنا نفصله كلاسيكيا وهنشوف النظرية الكلاسيكية هتفشل في إيه وطبعا مين اللي will save the day. مين اللي هينقذ الموقف؟ مين هينقذ الموقف؟ مش سامع؟ مش اينشتاين المره دي. كوانتم ميكانكس هتيجي وتنقذ الدنيا. طيب تعالوا نشوف انت حضرتك لما هتعمل التجربه دي في المعمل هتشوف ايه. مش عايز حد يرسم دلوقتي ان انا هعمل اضافات على الرسم. الانتنسيتي بتاعة الأشعة الكهرومغناطيسية اللي بتطلع لي لما بتعمل التجربة دي. هتعمل التجربة دي وهتحط الفولتج وهيوروك الكترونيكلي عن طريق الكمبيوتر في انترفيس ما بين الاكس رايز أو الاكس راي ماشين والكمبيوتر وهتشوف ازاي بنزود الفولتج وكل حاجة بتتعمل كمبيوترايز. هو الفولتج اللي محطوط ده برضه لازم يبقى عالي؟ لا ده مجرد لك واحد ميلي ام واحد. كان كمان في واحد ميلي ام. خلاص لا ميلي دي يعني دي لمبه بننورها. طيب دي كده الانتنسيتي بنقيسها عن طريق جايجر كاونتر. وهنا ممكن تحط كل الموجي بس غالبا هتحط الزاويه تيتا هيظبط الاكسس بتاع انا بشوف الانتنسيتي عند انهي زاويه. في جزء هشرحه لكم قدام شويه اسمه البراج ريفلكشن هنكمل بيها التجربه دي. يعني التجربه دي فيها جزء مهم في الاكس ريز وجزء ثاني عن البراج ريفلكشن. فالبراج ريفلكشن هنشوفها عند الزاويه هنا. اوكي؟ فوذر اتس الزاويه ولا الطول الموجي هنشوف نفس الشكل. هتلاقي ان الانتنسيتي قبل لاندا مينيما في هنا لاندا مينيما قبليها مفيش اي حاجه بتطلع. لا في لاندا مينيما. نخلي بالنا في الفوتو الكتريك افكت كان عندنا الفريكونسي المينيمم. هنا عندنا اللاندا مينيمم لانها واحده عكس الثانيه. هناك كان فوتونات بيطلعوا لي الكترونات. هنا الالكترونات هيطلعوا لي ايه؟ فوتونات. خلاص
مالناش دعوه بيها البدن، لان دي الشكل ده يعني حاجه بالشكل ده وينزلش. ده ما كانش مفهوم لا جميلنا ليه موجوده، يعني عندنا ليه لعبنا مننا ما كانش مفهومة. خلاص؟ دي ما كانتش مفهومة. في حاجة تانية، في حاجة تانية. لقوا إن اعتمادا على التارجت ماتيريال، على حسب نوع الهدف، على حسب نوع الهدف. بيتغيروش خالص اماكنهم هنا، يعني لو دي 13 انستر ودي 15 انستر للكبر، 13 بوينت سمثينج و 15 بوينت سمثينج للكبر، هيفضلوا كده على طول بالنسبه للكبر. تو كاركترستيك لاينز بيبقى عندهم بيطلعوا فوتونات بكميه رهيبه، بكميه رهيبه. فاللامدا مينيمم دي لقوا ان هي depends on V null applied potential اللي هو عالي قوي، دي ما كانتش مفهومة. والكاركترستيك بيكس الكلاسيكال اكسبلانيشن بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الفيري انرجيتك، بيقول لي ان الفيري انرجيتك الكترون اللي هيخبط الهدف هنا ويطلع لي اكس ريز، خلاص هيعمل ايه؟ يعني هو بيطلع لي اكس ريز ليه؟ كلاسيكيا هيقولوا او هم هيفكروا ان الفيري انرجيتك الكترون ده هيخترق الذره ويقرب للنواه. يعني لو دي النواه بتاعت التارجت، النواه بتاعت التارجت دايما بتبقى مالها بوزيتيفلي شارج، دايما بتبقى بوزيتيفلي شارج. هيجي الالكترون الفيري انرجيتك ويخترق الاتم بعد كده هقول لكم امتى بقى العلم من قبل الامتحان. خلاص اول ما هوقف
أسأل القمر ليه بيلف حوالين الأرض مثلا، أو الأرض ليه بتلف حوالين الشمس. خلينا القمر والأرض. هما اللي فيهم لهم كتلة وكتلة بتنزل. في جاذبية، في جاذبية ما بينهم هما الاثنين. طيب لو الأرض مش موجودة القمر هيمشي إزاي؟ هيمشي، لا هيمشي، هيمشي بخط مستقيم، عمره ما هيكون عشوائي. لو القمر ما لهوش أي فيلدز، ما لهوش، ما هوش موجود في المجال الجاذبية بتاع أي بلانت أخرى، القمر هيمشي إزاي؟ هي قوة طرد مركزية؟ بقول لك مفيش حاجة. هيفضل ماشي بخط مستقيم. ده نتيجة قانون مين؟ نيوتن. نيوتن أنهي؟ الأول نتيجة لقانون نيوتن الأول اللي كتير مش فاهمينه، إن في حاجة اسمها الإنرشيا أو التسخير الذاتي اللي بيخلي طالما مفيش أي فورسز أبلايد الأجسام هتمشي بخط مستقيم بسرعة ثابتة. خلاص هو ده قانون نيوتن الإيه؟ الأول. خلاص؟ ف اللي بيحصل بقى، اللي بيحصل ان الارض بتعمله ايه؟ جاذبيه، اللي فيه فورس. ما خلي بالنا فيه فورس هنا. فالارض بتعمل القمر جاذبيه. القمر بيلف ليه حوالين الارض؟ مش جواها، مش جواها، لان القمر يعتبر قذيفه، يعتبر بروجكتايل، وبيمشي از بروجكتايل موشن. نيوتن تخيل ان في حاجه اسمها نيوتنز ماونتن، ان هو جبل اسمه جبل نيوتن، ومفيش اي تضاريس اخرى ولا اي حاجه في على الارض. وقال طيب لو انا رميت حاجه كده تحتيه او سبتها، مش هرميها، سبتها هتروح فين؟ على الارض. خلاص يا شمسيه هتقع كده على الارض. طيب لو اديتها الانيشال فيلوسيتي هيصلحها طبعا كده. طيب اديت لها انيشال فيلوسيتي يبقى تفضل تقع كده لحد ما سرعه القذيفه تبقى اكتر من 8 كم بير سكند تقريبا، تلاقيها بتلف حوالين القذيفه. لما تبقى اكتر من 11 وشويه كم بير سكند هتلاقيها اسكيبس، الاسكيبس القذيفه بس بيحصل لها انحراف. بس كل ده نتيجه ان في ايه؟ في جاذبيه. هل there be no gravity or no gravitation field؟ لو مفيش اي جاذبيه كانت القذيفه هتمشي ايه؟ بخط مستقيم. خلاص كده خلصنا العلم من اكل العلم. مين بيسال؟ خلاص؟ تعال بقى العلم من اكل الامتحان. العلم من اكل الامتحان بيقول لك الالكترون زي بالظبط القمر والارض. الالكترون جاي بسرعه منقسمه، يلاقي هنا جاذبيه بس هنا الكتروستاتيك. تقوم ايه؟ تخلي المسار بتاع الالكترون ينحرف. تخلي المسار بتاع الالكترون ينحرف. في فرق ما بين الجرافيتيشن فيلدز والالكتروستاتيك فيلدز. خلاص؟ بالنسبه للالكتروستاتيك فيلد اللي بيعمله او النواه بتعمله على الالكترون بيقول لك دي نتيجه ماكسويل. اني اكسلريتد اور ديسلريتد، ما اكسلريشن او ديسلريشن نفس المعنى، في عجله سواء بالموجب او بالسالب. اني اكسلريتد شارج بارتيكل اميتس الكتروماجنتيك ريديشن، هطلع لي اشعه قمر. القمر مش هيطلع لي اشعه قمر نتيجه ان هو موجود في قوه الجاذبيه. لكن الالكترون هيطلعني، فهياخد جزء من طاقته. هياخد جزء من طاقته. تعالوا نرجع بقى للالكترون، سيبنا من القمر. نرجع للالكترون. According to Maxwell. According to Maxwell. والكونسيبت ده مفهوم، يعني عايزين تفهموه كويس وعايز يبقى محفور في دماغك، لان هستعمله كتير. According to Maxwell. Any accelerated or decelerated
season. Charge particle. Emits electromagnetic radiation. نتيجة للانحراف ده حصل في سيدريشن ولا لا؟ لازم كان في قوة، وقانون نيوتن الثاني بيقول لي في قوة يبقى في ايه؟ يبقى في عمل، يبقى في acceleration، طالما there's a force، force is equal to ma، يبقى في ايه؟ في acceleration. خلاص؟ فهنا according to Maxwell لو كان بيحصل له acceleration او deceleration وحصل له لانه انحرف، لو هو ماشي في خط مستقيم يبقى ايه؟ It will not emit electromagnetic radiation. طالما انحرف يبقى في acceleration، وانحرف ليه؟ نتيجة ان في force، فالforce دي عملت لي acceleration، يبقى هيطلع لي هنا extremes. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصورة الكلاسيكية. أيوة شمس. لازم تدخل في تفاصيل ماكسويل، مش الكورس بتاعنا، ممكن ناخدها في الفيلز ان شاء الله السنة الجاية. ان لو في فورس فيرسس كونستنت سبيد هتلاقي ان بيحصل لي فقد في الطاقة، there's an energy loss، والانرجي loss في الحالة دي هتروح للاكسبريس، energy loss للالكتروماجنتيك ريديشن. كيف دي نتيجة من النتائج بتاعت الكلاسيكال الكتروديناميك ثيوري اكوردنج تو ماكسويل. خلاص انا مش عايزة ادخل فيها، انا بدي لك النتيجة ومهمتك انت السنة الجاية ان شاء الله هتفهمها. طيب يا باشمهندس، يبقى هيطلع لي هنا اكسلنس. اوكي؟ يبقى اكي ضغطه اكتر، دي ولا دي؟ الالكترون هنا قبل ولا بعد؟ قبل. فممكن نحطها يعني ان لو هنا عندي بالشكل ده، ان طبعا اكيد الكينيتيك انرجي كينيتيك انرجي واحد او كينيتيك انرجي اثنين بالشكل ده، الكينيتيك انرجي واحد اكبر من الكينيتيك انرجي اثنين او بتساويها. طيب لما هتساويها لا، يبقى ايه اللي حصل للالكترون؟ لا لما هما بيساووا بعض يبقى مفيش حاجه طلعت. طيب لما الاي تو بتساوي صفر يبقى كل الطاقه راحت للايه؟ للاشعه كل ما تساوي والالكترون وقف. ايوه مش هو ازاي بيطلع طاقه من غير ما يبقى حاجه اصلا؟ نعم؟ بيطلع طاقه ازاي من غير ما يبقى حاجه اصلا؟ هو قرب للنواه، ده اخترق النواه، ده خبط جوه الذره واخترق النواه، بس نتيجه ان في مجال كهروستاتيكي فخلاه يحصل، يعني نتيجه للقوه الكهروستاتيكيه اللي هو كولومز فورس، طالما في فورس هيبقى في اكسلريشن، في اكسلريشن يبقى في لوس ان ذا الكتروماجنتيك ريديشن، راحت للاكسس. ودي او لك المفهوم الكلاسيكي ليه بيطلع لي الكتروماجنتيك radiation اللي هي لقوها في الرينج بتاع ال 1 انستروم اللي هي تعتبر ايه؟ الاكسس. طيب مين العالم اللي اكتشف الاكسس؟ نعم؟ رونجن. رونجن يعني هم بيتقوه رونجن. ده العالم اللي اكتشف الاكس ريز وخد جايزه نوبل في الفيزيكس سنه 1901. الفكره ان هي مش جايزه نوبل في الفيزيكس وبس، دي كانت أول جائزة نوبل بتعطى في الفيزيكس. أعطاها مين؟ نوبل برايز راحت لرونجن علشان خاطر اكتشف الأكسلنس. في حكاية لطيفة بالنسبة لرونجن، إن هو لما شاف الأشعة اللي هو ما كانش عارف هي إيه في الأول، كان بيشوف الحاجات اللي جوه الأشعة الغير حية اللي مش عايشة. طيب بعد كده عايز يجربها على الاشياء الحيه، هيجربها على مين؟ على على مراته. جربها على مراته. خلاص؟ و
الجواز بتاعهم. لو عملت لها دلوقتي جوجل شفتوها على الانترنت اكتبوا رانشن ورانشن وايف او رانشن وايفز هاند ايديها هتلاقوا الاكس راي ايه ظهر. فهو جرب عليها ولقى الايه ولقى فعلا العظم بتاع ايديها باين بالخاتم. طبعا تيبيكال الستات عجبت مراته صوره ما عجبتهاش طبعا يعني ايه يعني اول اكس راي بتقول انها شافت الايه الموت بعينيها لما شافت الهيكل العظمي شافت الموت بعينيها. طبعا الاكس راي في الاخر بالنسبه لنا دي حاجه مهمه جدا جدا دايجنوستكس ان هي تعمل ايه كلهم عارفين طبعا بتشوف جوه جوه في ايه الكلام ده. ده يخليني اتكلم على حاجه جانبيه. ما شاء الله انتوا الكريمه بتاعت الكريمه. حد فيكم جرب يعمل الاي كيو تيست بتاعه الانتليجنس كوشنت بتاعه؟ في كده حاجات على الانترنت بتعمل الاي كيو بتاعك. حد جرب؟ بس انا ضايقني الاي كيو بتاعكم مالي؟ انت الكريمه بتاعت المجتمع المصري. الاي كيو مالي بتاعكم؟ ده اخر مره عملت من 6 سنين. كان كام؟ عدى ال 100. طيب هو ال 100 الافرج، لا انا اشك في النتيجه، انت اكتر من كده بكتير. ده الافرج العادي خالص ده 100. بيشوف انت تقدر تربط ما بين الحاجات الكوانتيتيف ولا لا، حاجات فيجوال، لازم عندك سوليد جيومتري كويسه في دماغك تقدر تتخيل الميكانيكا لما كنت تاخد او رسم ميكانيكي وقبل كده الوصفيه الرسومات والحاجات دي، الميموري بتاعتك الجنرال نوليدج تحتفظ بالميموري بحاجات كتيره ولا لا، حسابات طبعا كل ده، الفلويد ميكانكس يحط لك ما اعرفش الاوائل المستطرقه وده هيروح منين ولا عارفين اللعب دي كلها، كل دي حاجات بتقيس الاي كيو بتاعك. لكن هل هو الاي كيو هو الحاجه المهمه بس ولا لا؟ يعني روجر كان عنده اي كيو عالي اكيد، بس ايه مهم كمان عشان انت تنجح في هذه العمليه غير الاي كيو؟ فندم المخاطره دي حاجه مهمه طبعا لازم تخاطر. في حاجه اسمها الاي كيو الايموشنال كوشن او الايموشنال اي كيو. يبقى في الانتليجنس كوشن وفي الايموشنال كوشن، وعلشان تنجح لازم الايموشنال دي تبقى انت برضو ايه عندك انتليجنس عندك ذكاء بيسموه بال يعني ذكاء اجتماعي. هو مش ذكاء اجتماعي، هو ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي. فمين اللي بينجح اكتر؟ الطالب اللي قاعد مع الكتاب على طول ولا الولد ابن السوق اللي بيعرف يلعب البيضة والحجر؟ البيضة والحجر. لازم الاثنين مع بعض عشان انت تنجح وتبقى سعيد في حياتك. وهذا الايموشنال انتليجنس اللي هو بيخليك تقدر انك انت ايه الاثنين دول مش على وفاق من مجرد البادي لانجوج بتاعهم. الاثنين دول لا دول اصحاب قوي. الشخص ده شخص اقدر ادخله من مدخل الحنيه، الشخص ده اقدر ادخله من منطق العقل، الشخص ده اقدر ادخله من منطق ده. في حاجه اسمها ايموشنال انتليجنس، في حاجه ان الواحد بس مجرد ان هو عمال يبص يقدر يفهم الموقف كده انا غلط لا انا هظبط نفسي تاني. وتقدر تحس بالناس اللي حواليك، تقدر تتفهم مشاكلهم. مش جوده الكتب هو دايما اللي عنده ايموشنال انتليجنس. دوروا عليها اي كيو فيرسس اي كيو وتعلمها. ممكن كده تتعلم الايموشنال انتليجنس. مهمه ليه؟ دلوقتي في شركات المالتي ناشونالز بيهتموا بالاي كيو والاي كيو. لو انت هتبيع منتج ليهم اني اهم؟ الاي كيو. الاثنين لازم عندك الاي كيو والاي كيو، ممكن ساعتها يبقى الاي كيو اهم. لو انت هتقعد على مهندس في الموقع وبس ممكن يبقى الاي كيو هو ده اللي يهمك، بس انت ازاي هتتعامل مع رؤسائك ومرؤوسينك؟ انت عشان تنجح في حياتك العمليه ما تهملش جزء الاي كيو،
احنا كمهندسين بنعمل دايما الاي كيو. فانا اتصور ان رونجن ومراد هما دايما مش عندهم اي كيو، وهو بيعمل عليها تجارب وهي الصوره بدل ما ابص عليها تكون ميرسي يعني ده انا فخوره ان الصوره دي هتروح في التاريخ. واكيد حد فيكم دلوقتي شاف على الانترنت وانا بتكلم شفتوا ايديها، يعني دي صوره اتحفرت في ذاكره التاريخ العلمي وهي مش همامها. هما دايما ما عندهمش اي كيو خالص. خلاص انت لازم يبقى عندك اي كيو واي كيو، ايموشنال انتليجنس والايه؟ والانتليجنس العالي، الايموشنال كوشن والانتليجنس كوشن، وبتتحسب. خلاص مش هنسيب نرجع تاني للمحاضره. طيب هنا عشان نخلص الجزء الكلاسيكال، تاني الناس اللي جت متاخره، الالكترون الفيري انرجيتك اللي طاقته عاليه كان كام الكترون فولت؟ حد يقول لي كان كام الكترون فولت؟ 20000. على الاقل 20000 الكترون فولت، لان احنا حاطين عليه فولتج 20000 وهو الكترون، يبقى الاي في الكيو ده 20000 الكترون فولت. الالكترون قوي جدا فيري انرجيتك، هيخترق الاتوم يوصل للنواه، النواه از بوزيتيفلي تشارج، هتجتذبه بفورس. طالما في فورس في اكسلريشن، في ايميشن او الكترومغنتيك راديشن، هتلاقي الالكترون بيتفرمل، بيحصل له فرمله. وعلشان كده الراديشن اللي بتحصل هنا بيسموها البريكنج راديشن، فرمله بالالماني بيسموها البرمشترالنج راديشن، بس هي بالانجليزي اسمها البريكنج راديشن. هتلاقيها لو انت قريت عن الاكس ريز، نتيجه ان الالكترون حصل له فرمله. ده كلاسيكي ليه بيحصل لي اكس ريز. في حاجه تقول لي ان الاضواء الموجيه دي بتيجي هنا عند لاملا مينيمم وتبتدي تطلع؟ كلاسيكي مفيش. لو دخلت في الجزئيه بتاعت ماكس مش معروفه، يبقى ما عرفوش يفسروها. يبقى تاني هنرجع ان لاملا مينيمم اللي بتعتمد على بي نوت مش مفهومه، وليه عندي تو بيكس دول مش مفهوم. خلاص ده الوضع الاكسبيرمنتال. دي كانت كسور النظريه الكلاسيكيه. اديكم بريك وبعد كده اشوف الكوانتم ميكانكس ازاي انقذت الموضوع. خلاص؟ ليه بيحصل اكس ريز؟ نتيجه فرمال الالكترون.
اي اسئله في الجزء الاولاني نروح للكوانتم ميكانكس. هحتاج الصورتين دول فمش عايز اشيلهم. لا ما فسرتش، فسرت كل السبيكترم ده بس مش مفسره لامدا مينيمم ومش مفسره البيكس. البيكس ما حدش فاهم. تاني حاجتين ما كانوش يعني البريكنج راديشن او الفارمالوجي فسرت الكيرف ده من غير البيكس. البيكس كلاسيكلي مش مفهومين ولا اللامدا مينيمم. البيكس واللامدا مينيمم دول مش مفهومين كلاسيكلي. يعني لو عايز تفكر الحاجتين دول مش مفهومين ايه كلاسيك. خلاص يعني ممكن ندي العماد ده ايه فوق لو انت عايز. او تفكر ان الاثنين دول مش مفهومين كلاسيك. اوكي؟ خلصت ولا انسى؟ طب دكاتره عند الهندسه عندهم الاي كيو قد ايه والاي كيو قد ايه؟ في مش على الاحراج عندنا الاي كيو على الاقل. لما بقول لك اقفل ما تقفلش ده بس على عايز تقفل اهلا وسهلا مش عايز تقفل. انا مسؤول عن كل كلمه بقولها. اللي بقوله قصادك لازم اقوله قصادك كله. خلاص طيب. على فكرة هنعرف بعد كده قدام شوية ان ممكن اعرف الـ crystalline structure الشكل البلوري بتاع materials عن طريق الاكس-rays. وهنعرف الموضوع ده قدام شوية اكتر نفهم بيحصل. طيب ده الشكل الكلاسيكي. لكن عن طريق quantum mechanics هنقول ايه؟ بدل هيطلع لي x-rays هيطلع لي ايه؟ photons. تعالوا نشوف لو هيطلع لي photons ونحاول نوصل الاكس راي برودكشن عن طريق الاشعه بتاعتي عباره عن فوتونز مش ويفز. مش ويفز. تاني الفوتو الكتريك ايفكت اللي خدناه المره اللي فاتت كان عندي فوتونات بتطلع لي الكترونات. خلاص هنا عندي الكترونات بتطلع لي فوتونات. الثيرمو ايونيك emissions عم يسميه الثيرمو ايونيك emission. ليه؟ لان نتيجه هنا طلع الالكترونات من هنا نتيجه للثيرمال. بس بعد كده الالكترونات دي هتخبط لي وتطلع لي الالكترونات. تعالوا نشوف الكلاسيك الكوانتم اكسبلانيشن. الكوانتم اكسبلانيشن بتقول لي ان الالكترون هيطلع لي فوتون. الالكترون هيطلع لي فوتون. طب طاقة الالكترون قد ايه؟ طاقة الالكترون قد ايه؟ طاقة الالكترون
20000 تحت فولتج في نور 20000 ايفن في نور دي تحت الالاف نخلي بالنا ده جزء من الحاجات بتاعه المالتيبل تشويس كويشنز اللي لك تحت الالاف مضبط الفوتون وانت حضرتك بتفكر اوكي طب ده دي تحت الالاف طيب تحت الفوتون قد ايه اتش تي على لامدا او اتش نيو حطيت الاتش نيو عشان تشوفها أسهل. طيب هنا عندي الالكترونات بتطلع لي فوتونات تاخد مين اكبر يبقى دي اكبر من او تساوي تيجي مكان باشمهندس ولا باشمهندس ولا هي مكان باشمهندس اذا كان على انرجي اكيد باشمهندس تحتاج لها فممكن ممكن تكون الفيزيكا عشان كده اعلى بس ما هياش كده هي ليها دعوه بحاجه في الكوانتم ميكانكس دايما بيبقى عندي انرجي سبيس كتيرة واحتمال ان النيوتون ينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة تاني في كونديشنز رهيبة وفي الاخر بنحسب حاجة اسمها ترانزيشن بروبابيلتي على حسب السيستم كله خلاص؟ ففعلا لا هلاقي باشمهندسة ممكن اسألها تيجي تعدي المكان ده عند باشمهندس اللي ايه اللي ورا ممكن تفكر فيها بشكل خلاص سؤال حضرتك؟ يعني دول فيلز شالز لا ما هوش فيلز مش فيلز شالز خالص ده هنتكلم على الانر انر موست الكترونز الانر موست شالز في طبقات الطاقه اللي جوه خالص مش فيلز خالص اللي في النص الانر الانر اللي جنب اللي هو من اول او ثاني صف الباشمهندس هنا هو اللي هو ثاني صف معلش اللي بيجي لا ده جاي من بره لا مش من مش من مش من الاكل نفسها مش من التارجت مش من فيلس الكترونز بتاعت الاكل لا خالص لا ده الكترون داخل جاي من بره واحد جاي من بره ما مش من الطاقه اللي شغل ساعه معايا ماليش دعوه بيه خلاص خالص دكتور انا فاهم بس مش فاهم ايه علاقه الفيلس طيب ازاي دي بتاثر على الفيلس هجاوب على سؤالك اخد سؤال لما تاني يعني الكيرف ده احنا فاهمينه كلاسيكالي عن طريق الفرمله ليه بقى ده اعلى من ده لازم ادخل في التفاصيل مش الكورس ده ليه في لمبه مينيمم الكلاسيك ما فسرتهاش واللمبه مينيمم ده بتعتمد على الفولتج في نوت الكلاسيك ما فسرتهاش مين اللي فسرها الكوانتم ميكانكس نتيجه للاكسبلينيشن انا مسحتها على الصوره دي مش واضحه ليه يا فندم احنا استخدمنا الكوانتم الاكسبلينيشن عشان مش نفسر الكيرف عشان تفسر النقطه خلاص انا جاوبت السؤال ده مش هقول لك الاسرع السؤال حضرتك تاني هياخد وقت طويل انا مش انا عارفاه طيب الباشمهندس لسه مش شايف ليه دول هيجي لي بي اكس تي طيب تعالوا هنا تاني معايا الالكترون اللي موجود هنا دي طاقته عالية قوي انرجيتك عنده طاقة عنده حيوية عنده قوة هيدخل في التارجت ماتيريال ويشوطني واحد من الانر موست الكترونز هيدخل جوه الذرة نفسها ويشوطني واحد من الايه من الالكترونات اللي موجودة جنب النواة الانرجي ليفل ده جراوند ستيت ده اقل حاجة وبعد كده في الالكترون ده وراه كل الالكترونات دي بتبقى واخده او متسكنه في الانرجي ده دول اوكي طيب يجي الالكترون القوي النبي ده الاحمر ده هو نفسه ده بيجي يشوط الالكترون ده يفضل المكان ده فاضي لازم الكترونين او الكترونات من فوق ممكن يحصل الانتقال من هنا لهنا ممكن من هنا لهنا ممكن من هنا لهنا ممكن من هنا لهنا كل دول possibilities بس نتيجه لحسابات ممكن تحسبها لو خدت كوانتم ميكانكس عليها شويتين ثلاثة تحسب البروبيلتي من هنا لهنا أو من هنا لهنا. مثلا سي البروبيلتي دي فورتي 45% خليني أخدها إيه أرقام كبيرة. والبروبيلتي دي مثلا سي 35% سوري أنا هقلبها 45% وهخلي ده 35%
احتمال ان الالكترون ينتقل من هنا لهنا 35%، من هنا لهنا 45%، الاثنين كام؟ 80%. بقيه الانتقالات اللي هو من هنا لهنا او من هنا لهنا او من فوق لهنا، ودول مش الانرجي نابلز وحيدين، لا ده في ديون الف جيون، مش ديون الف، في انرجي نابلز كتيره اخرى. خلاص في منهم ترانزيشنز، لكن ده بيحصل بنسبه عاليه او ده بيحصل بنسبه عاليه. فبالتالي هيطلعوا لي فوتونات، ده هيطلع لي فوتونات كتيره قوي وده هيطلع لي فوتونات كتيره قوي. اكتر من العادي فوتونات كتيره قوي بيحصل لي بتطلع لي. طيب ما هو ده عباره عن فوتونات خلاص، ما هو ده فوتونات بتطلع لي، ده معناه ان الانتنسيتي هنا عاليه، ان في فوتونات بتطلع لي كميه رهيبه هنا، عشان كده عندي بي. هو دي الانتنسيتي اللمبه بتاعت الفوتونز اللي بتطلع؟ بالظبط، ده اللمبه بتاعت الفوتونز بتاعتي وده الانتنسيتي بتاع الاكس ريز. هنا في انتنسيتي عاليه ليه؟ عشان في فوتونات عند طول الموج ده مخصوص بتطلع لي كتير. طب ليه كاركترستيك؟ لان الفرق ده او الفرق ده خاص بالكبر او خاص بالتارجت ماتيريال، ده هتلاقيه مثلا 13.98 انسترنز حاجه كده او 15.4 انسترنز، يعني شوف الدقه قد ايه، فعارفين ان البيكس دول مش هيجوا غير من الايه، من ايه تاني؟ فهمت الاكس ريز؟ طيب عندي 10 دقايق اعمل لكم مقدمه على الكومبتنس ايفكت، ولا لو الوقت اتاخر اخد وقت البريك المره الجايه ونقول لكم على بعضه؟ كله على بعضه. نعم؟ كله على بعضه. ناخد الماده كلها كده على بعضها وتاخد كله على بعضه؟ اه. ونمشي بقى النهارده؟ ايوه. خلاص اوكي، نشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله.